طبعا يعني هو الواحد مستاء لانه في ناس يعني بتخلط بين مقدم البرنامج وبين الضيف. يعني انا اللي اعرفه من خبرات سابقه يعني ان مقدم البرنامج يسال الضيف سؤال ويجيب الضيف، وممكن اذا كان هو على درايه بالموضوع ممكن يستخرج سؤال من نفس الاجابه غير المكتوب امامه يعني على السكريبت يعني كما نقول. لكن اللي انا فوجئت بيه ان واحده داخله في الموضوع كانها طرف وعاوزه تخلي الحوار يسير في طريق محدد، بينما هي بدات تقول ايه من يكتب تاريخنا، الاجانب كتبوا تاريخنا، جابت الكلام ده منين؟ يعني احنا ما عندناش حد عمل ابدا كتاب في تاريخ مصر، مال عبد الرحمن الرافعي ده اللي له كذا جزء في تاريخ مصر من ايام الحمله الفرنسيه لحد ثوره يوليو، واخر جزء كتبه بيقف عند سنه 59، بعدها مات سنه 64 او 65 الى اخره. يعني حبيت افهمها، طب ايه هل تعرفي الفرق بين المؤرخ وبين الباحث؟ في فرق بين المؤرخ وبين الباحث؟ مش عارفه ومش عاوزه تعرف. فقلت لها لا انا ما احبش بقى ايه الامور تمشي في هذا الطريق بس. فاضطرت هي تعمل اعلان الغاء للبرنامج لانها يعني بالطريقه دي غير قادره على انها تفصل ما بين انتماءاتها وما بين دورها كمقدمه برنامج وتدير حوار. يعني عندما انا ادير ندوه وياما ادرت ندوات في ثلاثه اربعه بيتكلموا، ويدير الندوه يعطي الكلمه ويتلقى اسئله الحضور ولكن لا يدخل طرف، والا هو لا يدير ندوه. المدير الندوه ده بيبقى محايد، يعني يعطي الكلمه ينظم كذا، اذا وجد حتى واحد يسال سؤال خارج الموضوع هو يقول له لا ده خارج الموضوع، يعني بعيد خالص عن هذا الموضوع الى اخره. لكن اذا اصبح طرف لا يبقى يقعد بقى جنب مني كضيف ونجيب واحد بقى يدير الحوار.